ساكنة وشي حاجة غالية بطول، لأنه للأسف الشديد للأسف الشديد على أنه في دولة لعدد كبيرة في الدار البيضاء وفي الكلات وفي المتكررات ديال الضوء الماء. وتمنينا على انه عامل العقلين عوض الانصاف لعصابات ديال الفساد، عوض الانصاف لشماطره ديال الانتخابات. كان من الاولى ان يلفت لدقات قلوب المواطنين، لانه ملك عرف الحقيقه ديال المدينه، ولان البعض يزوده بمعلومات خاطئه سواء عن الافراد او عن هيئات النقابيه والسياسيه والجمعويه او حتى على المواطنين الاخوان. احنا كيف قلت اصحاب قضايا حقيقيه ومشروعه، فاذا ما احتجيناش على الضوء وما احتجيناش على الماء وما احتجيناش على المدينه وطبيعه الدائره، ما كاين لا شنطيات لا حتى حاجه، فقط صفقات مشبوهه، صفقات اللي كتمشي الجود في حين دي الشماعية تفخر تحت الفقر تحت المعاناة، وبغاو يكون تجار ديال المخدرات شعروا بالياس. فقط هي مجالس تنتج البعد، تنتج الفقر، تنتج المعاناة والحضرة للمواطنين ديال المدينة الاخوان. الاحتجاج والتظاهر حق مشروع مضمون دستوريا، وكنقول ان الشعب المغربي قدم عليه تضحيات كبيره وكبيره جدا، وكنقولوا على ان في بلاد الديمقراطيه بلاد ديال حقوق الانسان، لكن للاسف هي فقط شعارات للواجهه، شعارات فقط للاستهلاك الخارجي. وحنا كنزيدوا نعزموا الوضع بالسكوت ديالنا والصمت ديالنا. كيغتني الغني كيتزاد غنى، والفقراء كيتزادوا الفقر وكيتزاد المعاناه في الوقت اللي فيه مفروض فينا انتخابات بغيتونا بدل ما فطرتونا، 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 بدل ما فطرتونا. تمنينا لقاو رئيس مجلس، وتمنينا لقاو باشا، ولقاو رئيس باراك، ولقاو باشا ديال المدينه وعامل اللي نديروا لهم تكريم، يكونوا مسؤولين فعلا مسؤولين. لسنا هواة للاحتجاج، لسنا هواة للتظاهر، لسنا فقط نريد ان نحتاج، ايضا نحن نحب هذه المدينه، نحب ونعشق هذا الوطن، نريد وطن بلا حواجز، وطن بلا متارس، وطن نتساوى فيه جميعا في حقوقنا في واجباتنا. لا نريد ان نكون فقط مواطنون الواجبات فقط، نحن نريد ان نكون مواطن الحقوق ايضا، نحن اصحاب حقوق. لسنا مواطنون فقط بالبطاقه الوطنيه، لسنا مواطنون فقط بزياده في هذه المدينه او تلك، بل نريد ايضا حقوقنا، نريد مطالبنا البسيطه والعادله، نريد عيشا كريما، نريد ان نتساوى في الحقوق وفي الواجبات الاخوان، لانه للاسف انه الان لا زال البعض يحن للعهود الغابره، لا زلنا نجد على انه فقط وقفه احتجاجيه ان تتجند لها اجهزه المخزن بكافه تلاوينها، في الوقت اللي ممكن يطيح زلزال على المدينه، ممكن يموت البشر الاف، ولا من يحرك ساكنات وكانهم فقط بخوش عباد الله. الاسف على انه كان المواطنين يموتون يوميا، يحتضرون يوميا، يموتون يوميا بالفقر، بالعطاله، العطاله الاخوان لمئات ديال المعطلين حامل الشواهد، ولا احد يلتفت له.
الزبونية والمحسوبية وبالعلاقات لذلك فقط، في حين ابناء الفقراء، ابناء البسطاء، ابناء الفلاحين الطيبين، ابناء المواطنين البسطاء، ابناء العمال الفقراء لا يلتفت لهم اي احد، فقط هي عصابات تنهب وتاكل. ونحن المواطنون نتفرج مرة اخرى نؤكد على ان الحقوق تنتزع ولا تعطى، وتنتزع بالاحتجاج، في المحاسبة، بالتظاهر، في اي خرق كان، سواء في العلاقة مع الدارات، لانه كاين قلة الحياة السياحية، كاين قلة الحياة السياحية، لانه لا يعقل كانتزاز ديال المواطنين، ابتزاز ديال المواطنين، سواء عند الدارات، سواء في الباشات، سواء في المجلس، سواء في المحاكم. انفرض فينا كمواطنين نقول اللهم هذا منكر. كن كنشوفو نصلي التراويح من العار ومن العيب منقولوش اللهم هذا منكر، والا ما كايناش نمشيو للجامع، لان كل ولاد 9 شهور، الباشا 9 شهور، رئيس المجلس توا ولد 9 شهور، والخليفه ولد 9 شهور. المفروض فينا كاملين نكونوا متساويين. اياه بصح ما بغيناش الفوضى، بصح ما بغيناش العنف، ولكن من حقنا نحتجوا على ما طالبنا اللي قلنا هي بسيطة ومشروعة جدا. ما كان طالبوا لا بإقالة ديال الباشا ولا بيجوا على العامل، فقط المواطن بغاو عطل. ناد كيعطل في الظلمة، كاينة أحياء كتعيش في الظلمة، ما كاينش شاطية توصل المدينة. كنسولو كمواطنين، هاد المشاريع اللي كيهضروا عليها اللي كاينة غير في الوراق، اللي كتقدم أي مناسبة بأن مشاريع تات وأخرى تعزيز، لكن لا شيء، فقط الحصيلة صفر. وفي عهد عامل والمخزن مالك المخلوع، احتجاج حق مشروع، 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 والمخزن مالك المخلوع، والمخزن مالك المخلوع. مهم تحية نضالية لكل مواطنين ومواطنات اللي جاو ساندونا في هذه الوقفة اللي كد عليها اللجنة التحضيرية لتنسيق تحقيق الحياة العامة في الشماعية. هذه الوقفة جينا لها اليوم من أجل احتجاج، من أجل باش نعوتوا بصوت مسموع ونقولوا لهاد الناس اللهم إن هذا منكر. الشماعية والناس معروفة بأن اليوم اللي كتقطع فيها الضوء، كان البرد يتقطع الضوء، كان الصهد يتقطع الضوء، كان الشتاء يتقطع الضوء، في كما كان الجو ضروري عندنا الضوء يتقطع. اليوم كاين مشكل اخر اللي كبير، اليوم الشماعية ما بقاتش عندنا 120 باش خدامين الناس، ولات عندنا 160 بحال هذه الباكيات في الديور، ما بقاتش عندنا 220، كنخلصوا 220 فوت، اللي كنخلصوا اللي كتخلصوا من عندنا فيها. ولكن اللي كاين في الواقع هو 160. الناس عندهم الثلاجات ساكتين في هذا رمضان، الناس ما بقاوش قادرين يخدموا، ما كانوش صابرين. علاش؟ لان دار الضو ما قادرش تستثمر.